الفكره جت لي عن شفتها في مصر عجبتني، فسالت هي بتيجي منين وبتتعمل ازاي، فرحت المنصوره عدت هناك لقيتهم بيصنعوا العصارات دي. جبت واحده والحمد لله اشتغلت، وجبت واحده لاخويا برضو شغال عليها. تشرب وشكرا والف شكرا على العصير، والله يبارك لك يا ابني، انا نازل تشجيع ليك، انا بشجع الشباب، ويعني الناس مبسوطه من اللي انا عامله. انا عندي كله على المكشوف، العصير بيتعصر قدامك ما فيش اي لعبه فيه، كل حاجه على عينك.